بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج هنا العاصمة. النهاردة عندنا في هنا العاصمة احتفالية في حوار بنرحب بضيوف مصر وضيوف البرنامج طبعا اللي استطاعوا أن يحوزوا على جائزة الدولة التقديرية التشجيعية، جائزة النيل، أسماء كتيرة في مجالات مختلفة لمعت من أيام على خشبة المسرح من قبل وزارة الثقافة أثناء طرح أسمائهم كفائزين بهذه الجوائز الخاصة بالدولة. وده تقليد غاب عن المشهد الثقافي المصري لأكثر من 25 سنة. وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة نظم هذا الحفل الرسمي لتكريم الحاصلين على جوائز الدولة بكل أنواعها المختلفة في الفنون، في الأداب، العلوم الاجتماعية لسنة 2018. الدولة قدمت هذه الجوائز لشخصيات بارزة في هذه المجالات، وطبعا ليها أيضا قيمة مادية، والجائزة دي ليها تاريخ كبير. الجائزة دي قدمت من قبل الدولة وأنشئت كجوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية سنة 58، والسنوات توالت والجوائز والحاصلين عليها في مجالات متنوعة ومتعددة أيضا أسمائهم كانت لامعة وفي المجالات اللي كانوا فيها، واستطاعوا أن يفوزوا بهذه الجوائز إلى أن توقفت هذه الجوائز اللي بتحمل قيمة كبيرة جدا. وفي نفس الوقت كان في دائما سباق للحصول عليها. احنا معانا دلوقتي على الشاشة جائزة الدولة منذ قليل، جائزة النيل، دلوقتي جائزة الدولة للتفوق. يعني دي أنواع الجوائز، وفي نفس الوقت دي أسماء كل الفائزين بهذه الجوائز القيمة بما أنها بتحمل اسم الدولة، وفي نفس الوقت مقدمة لشخصيات مهمة في أعمالها وفي مهنتها وفي مجالها. جوائز الدولة النهاردة هتكون في حوار عندنا، بدعو حضراتكم لمتابعته. وهذا الحوار بنستضيف فيه بعض الأساتذة المكرمين والحائزين على هذه الجوائز من مصر ومن الكويت ومن السعودية. ضيوف مصر، سوريا عفوا، ضيوف مصر هيكونوا ضيوفنا النهاردة، وهنتعرف منهم أكتر على تفاصيل هذه الجوائز وتفاصيل أيضا حياتهم وكواليس أعمالهم، وإزاي قدروا أن هم ياخدوا وينولوا هذه الجوائز. وفي نفس الوقت هنطل معاهم على الأوضاع في مصر، في الوطن العربي، نقراها بعيونهم ونشوف رؤيتهم ووجهة نظرهم، ونستمع لهم في حوار بدعو حضراتكم لمتابعته. أولا حوار هام للتعرف على هذه المسيرة لكل اسم استطاع أن ينول شرف هذه الجائزة، ثانيا لأنه بالتأكيد حديثهم هيكون في الكثير من الأمور الهامة بالنسبة لكافة التحديات اللي بيمر بها الوطن وأيضا المنطقة. تاني حوار معانا حوار مهم لأنه تحدثنا فيه كثيرا من قبل، والحديث طال عن قانون العمل. قانون العمل الجديد، هذا القانون استطاع أنه هو يقدم النهاردة نفسه بشكل مختلف، وده بعد الحصول على الكثير من الأجوبة والكثير من الأمور اللي كنا محتاجين ان احنا نضع ليها حد، ونعرف ازاي ممكن ان احنا يعني ناخد من قانون العمل ما يفيد هذه الجوانب المهمة في نطاقات واسعة، نطاقات كبيرة في اعمالنا. قانون العمل بيقدم النهاردة نفسه بشكل مختلف لانه في ايجابيات وفي بعض التحفظات في
قانون العمل. قانون العمل بيتكلم عن الأطفال وعمل الأطفال، بيتكلم عن المرأة، بيتكلم عن ساعات العمل، بيتكلم عن الأجور. قانون العمل بيتكلم عن الأجازات للعاملين في القطاع الخاص. قانون العمل بيتكلم عن المستثمرين، والمستثمرين ليهم وجهة نظر في قانون العمل. المستثمرين يعني عندهم بعض النقاط اللي هنتعرف عليها منهم في حوارنا النهاردة من ضيوفنا ومن الاتصالات الهاتفية اللي هتكون معنا. هل المستثمرين شايفين ان قانون العمل ده من الممكن انه يضيف ما هو جديد، ولا على العكس ممكن انه يعني يكون بعيد عن اهداف الصناعة؟ خلينا نسمع منهم رأيهم ايه النهاردة حوارنا ونقاشنا عن قانون العمل الجديد الخاص بالقطاع الخاص. هبدأ مع حضراتكم أخبارنا، وبداية الأخبار مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دشن الرئيس السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية في مدينة العاشر من رمضان بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والشركات الصينية والإسبانية اللي نفذت المشروع، وده بافتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34000 فدان. الرئيس السيسي قال لابد من الاستمرار في استكمال مشروع 100000 فدان صوب زراعية، وانه المشروع لازم يشوف النور، وما كانش هيحصل كده الا من خلال منظومة العمل اللي اتحققت بين كل الوزارات المختلفة اللي نسقت العمل ما بينها وتعاونت، وحدد وزارة الكهرباء اللي وفرت الطاقة في مختلف الاماكن، ووزارة الري اللي وفرت المياه من خلال المآخذ المختلفة، وتعاون وزارة الزراعة طبعا، ومركز البحوث اللي عرفوا ان هم يضيفوا خبراتهم وابحاثهم على هذا المشروع. السيد الرئيس أضاف أنه إحنا تحدثنا حول مشروع الصوب الزراعية من سنتين، لكن النهاردة إحنا بنترجم ده على أرض الواقع وبنفتتح هذا المشروع، وهو 100000 صوبة، والصوبة مساحتها فدان، والمشروع بيخلي مصر هي تاني أكبر دولة في العالم في مشروع الصوب الزراعية. والسيد الرئيس قال وهو موجه كلامه للمجتمع، هل المشروع ده ما يخليكمش دايما تشعرون بالفخر والسعادة؟ كل القائمين على المشروع مصريين، يا ترى ده ما يحسسناش اننا بنتحرك بخطى جيدة؟ نتابع هذا الجزء من كلمة السيد الرئيس. احنا اتكلمنا على المشروع ده من سنتين تقريبا، من سنتين، وقلت لكم ان احنا هنبقى واصلين لما يقرب من 100000 فدان صوب، لان احنا كنا قلنا 100000 صوب، بس لما قلنا 100000 صوبة كنا بنتكلم على الصوبة فدان. فاحنا طبعا لقينا ان في بعض الـ يعني الاراء والافكار ان تبقى اكتر من فدان، تبقى فدانين، فدانين ونص، اربعة، حسب يعني. وبالتالي احنا قلنا هنستمر على ان احنا نكمل مشروعنا لل 100000 فدان صوب، واللي هو بيدخل مصر زي ما اتقال من الناس اللي اتكلمت في تاني أكبر دولة في العالم في مشروع زراعي زي كده. أنا بقول للمصريين اللي بيسمعوني والناس اللي موجودة معانا هنا، هل ده ما يخليكمش دايما شاعرين بالفخر والسعادة لأن اللي بتعمل كده مصر، يعني اللي بيعمل كده مصر، واللي شغالين هنا هتشوفوهم دلوقتي شباب مصري، واللي قام بالشغل ده برضو دايما أقول إن اللي بيقوم بإدارة الموضوع يمكن يكون الجهاز العسكري، لكن كل اللي قائمين على الشغل مصريين من شبابنا ومن شاباتنا هنا شغالين معانا. يا ترى ده ما بيحسناش ان احنا بنتحرك بخطى جيده؟ انا مش عايز اقول خطى غير مسبوقه، خطى جيده. طب حد يسال يقول لي تكلفه مشروع زي كده كام؟ تكلفه اللي هم ال 35000 فدان صوب تكلفته كام؟ انتوا لازم تبقوا سعداء جدا وفخورين جدا بانفسكم يا مصريين. السيد الرئيس أضاف في هذه الكلمة أثناء افتتاح هذا المشروع الكثير من الجوانب اللي بيلقي الضوء من خلالها على بعض الأمور الهامة الخاصة بمجال الصناعة. السيد الرئيس دعا القائمين على المشروع إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وأيضا بعملية تأهيل
العمال بشكل عام، وقال أرجو من القائمين على الشركة أن يهتموا بموضوع التدريب والتأهيل وأنهم يحافظوا على المعايير المعمول بها حتى يستمر نفس الأداء اللي بنتمناه. الرئيس ذكر أنه إحنا تكلمنا على مشروع 35,000 فدان، لكن مشروع 1.5 مليون فدان شغالين فيه، وأرجو عرض آخر تطورات ما تم التوصل إليه في هذا المشروع. الرئيس السيسي أكد أنه بيتم إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم بتضم 2,500,000 نخلة لأفخر أنواع التمور. الرئيس تابع في حديثه أنه كان دايما بيقولوا أنه في السوبر ماركت الكبير في حاجات بتتباع أورجانيك، يعني الناس تاكل أورجانيك وباقي المصريين ما ياكلوش أورجانيك ولا إيه؟ يعني اللي معاه فلوس ياكل أورجانيك والباقي ما ياكلش الأورجانيك. السيد الرئيس في حديثه بيبعث برسائل للكثير من الأمور الخاصة بمجال التغذية أيضا ومجال الإنتاج ومجال الزراعة أثناء افتتاح هذا المشروع اللي أيضا كان في وضع حجر أساس للصوب الزراعية في بني سويف عبر تقنية الفيديو كونفرنس. والرئيس وجه مسؤولي وزارة الزراعة ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإقناع مواطني القرى بأنهم ما يبوروش الأراضي الزراعية علشان يكسبوا المال واستخدام بدائل أخرى للحصول عليها. الرئيس كمان قال انه بدل ما تبني بيت وتبور قراطين او ثلاثة على امل ان انت تاخد الاف الجنيهات، هنساعدك تعمل صوب زراعية بعائد كعائد البيت تماما اللي كان ممكن تحصل عليه من خلال بناء البيت، لكن اللي احنا بنتكلم فيه ده هيكون طبعا أفيد وأهم. وذكر أيضا الدور اللي منوط بالمسؤولين وقال أنهم لازم يتحركوا في برنامج زي كده ويوضحوا للناس بدل ما يبني بيت ويبور قراطين علشان 300,000 جنيه مثلا، لازم يكون في حالة من التوعية خاصة ببرنامج للصوب بتمويل بفايدة بسيطة والناس تدخل تاني في منظومة توفر الكثير عليها وفي نفس الوقت تحافظ أيضا على الرقعة الزراعية اللي الدولة بتضعها واحدة بين اهتماماتها وهي المساحات الزراعية في مصر وضرورة الاهتمام بها. نسمع هذا الجزء من كلمة الرئيس. بدل ما تبني بيت وتبور 3-4 عربيات نساعدك انك انت تبني صوبك، هتجيب لك عائد زي عائد الايه؟ زي عائد البيت اللي انت عايز تبنيه وتسيبه كده. صحيح. وتحركوا في برنامج زي كده ووضحوا للناس ان بدل ما تبني بيت تبور لك قيراطين ثلاثه من ارضك على امل انك انت تمنهم 200,000-300,000 ولا اكتر نتيجه كده، لا تعالى قول له تعالى نخش في برنامج ونخليهم نعمل لهم صواب وان الصواب دي تتمول بفايده بسيطه واخبار حضرتك، وبالتالي هو ندخل الناس في منظومه توفر لنا ميه وتوفر لنا ارض اللي هم بيحاولوا ايه، اصل احنا مش هنقدر يعني ايه، مش كل الاجراءات اجراءات امنيه انك انت تقبض على الناس وتجير البيت وبس. لا، اعمل بدائل اخرى تخلي الناس يعني ايه. ما هو بيعمل كده عشان فلوس مش كده؟ طب انا هديك فلوس، مش هادي بتدي فلوس؟ أكيد هيبقى السعر اللي بينزل السوق طبعًا. سعر منافس طبعًا. وهيظبط الأسواق بآليات السوق الخارج. بس أنا خايف إن إحنا المواطن اللي هو موجود على في الأرض الزراعية بتاعته إنه ياخد رسالة مننا دلوقتي سلبية ما يخشش يزرع أو ده أو كلام هذا قبيل، فإحنا عايزين نوضح لهم لا هيشوف زراعات أخرى. لا لا، خلينا إن إحنا ننظم كل شيء. يعني لو موصل الناس يقول لك هذا هو ازع طبق الليل ازع فلفل ليه، ده الدنيا هت ايه؟ الدنيا هتتغير. لا، عايزين نوضح للناس من خلال الاعلام وكلامنا ببيانات دقيقه احنا نقدر واللي احنا فيه ده يسمح لكم قد ايه او كده ننظم الموضوع. ده كان جزء من كلمة السيد الرئيس مع المسؤولين، وفي نفس الوقت يعني كان في رسالة مهمة بأنه لازم نوعي الناس علشان أي إجراء ممكن يكون
قانوني وفي نفس الوقت مفيد الناس علشان ما يبقاش عندها أي تحفظ، نوريها البديل، نوريها الاختيار الآخر، نفتح لها آفاق أخرى. مش لازم يكون القرار خاص بالإزالات فقط، لازم نشجع المواطنين بطريقة أخرى إنهم ما يبنوش على الأراضي الزراعية. وطبعا ما فيش أحسن من التوعية فعلا للجميع بشأن هذا الإجراء تحديدا. بينضم لينا دلوقتي للمزيد من المعلومات وللمزيد من الفهم أيضا الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة. برحب بحضرتك يا معالي الوزير. أهلا بحضرتك. أهلا بك معالي الوزير. هبدأ مع حضرتك بشرح سريع في عناوين عما تم النهاردة وما استعرضناه منذ قليل من مقاطع خاصة بافتتاح هذا المشروع، بكلمة السيد الرئيس أيضا. الحقيقة أنه اللي قامت به الشركة الوطنية للزراعات المحمية على مدى السنتين اللي فاتوا في مواقع مختلفة أمر يدعو للفخر. إنجاز تحقق في دول أخرى على مدى عشرات السنين، والحقيقة رجال القوات المسلحة قاموا بجهد كبير جدا في سبيل إنجاز هذا المشروع. المشروع أولا بيضيف للكفاءة الإنتاج الزراعي، لأنه بيضاعف الإنتاجية من الفدان إلى 4 أضعاف. يعني حضرتك لو أنت خدتي فدان أرض مكشوفة وفدان صوب، ده مزروع طماطم وده مزروع طماطم برضه، هتلاقي أنه نمو شجيرات الطماطم أو نباتات الطماطم في الأرض المكشوفة ما يزيدش ارتفاعها عن متر، بينما هنا انت بتلاقي ارتفاع النبات يوصل لخمسة او ستة متر. ده بيترتب عليه انه الانتاجية تبقى 4 أضعاف على الاقل، ما كانش اكتر. في نفس الوقت نتيجة لاستخدام التكنولوجيا العالية في الري، احنا بنوفر حوالي 2/3 كمية المية او 60% من كمية المية المستخدمة. وبالتالي بنعظم الإنتاجية من وحدة الأرض ومن وحدة المياه. في نفس الوقت الزراعات المحمية لا تتأثر بالعوامل الطبيعية، وبالتالي احنا بنتحكم في مواعيد الزراعة. من هنا نقدر نغطي الفترات أو الفجوات الزمنية اللي ما بين العروات، اللي كلنا بنقعد نشتكي ونقول الطماطم بقت بعشرة جنيه وبثمانية جنيه. والبطاطس يا فندم. لا البطاطس زراعات مكشوفة. البطاطس كان ليها ظروف السنة دي نتيجة لانخفاض المساحة مع سوء الظروف الجوية، ونتمنى إن شاء الله إحنا نتغلب عليها في السنة القادمة. لكن المقصود إنه الخضروات هنا بنقدر نغطي فترة زمنية أطول طول الموسم، والفترات اللي بيكون فيها مفيش إنتاج من الحقول المكشوفة ينزل إنتاج من الصوب، يؤدي إلى توازن الأسعار. دي حاجة يحس بيها المستهلك، بالإضافة طبعا إلى أنه جزء من الإنتاج هيوجه لعمليات التصدير علشان تغطية التكلفة الاستثمارية الكبيرة لهذا المشروع، وطبعا غير فرص العمل. صحيح. طيب الرئيس النهاردة يا فندم اتكلم على الأورجانيك. الزراعات الصوب علاقتها بالإنتاج لأي شيء، خضروات، فاكهة، الأورجانيك إيه؟ لو مقصود بالأورجانيك برضو عشان نوضحها، اللي هي الزراعة العضوية اللي هي بيكون استخدام الكيماويات فيها بأقل الحدود الممكنة أو منعدم. طبعا الأرض دي اللي بنيت عليها هذه الصوب وهذا المشروع تعتبر أرض بكر لم تزرع من قبل، وبالتالي لم يسبق أن نزل فيها أي كيماويات علشان يبقى ليها بقايا في الأرض. فدي بتدي ميزة كبيرة أنه الإنتاج اللي هيخرج منها مع استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج نقدر أن احنا نحصل على الإنتاج الأورجانيك أو الإنتاج العضوي
اللي بيتوافق مع الممارسات الصحيحه الجيده في الزراعه منذ وضع البذره في الارض لحد ما ناخد المحصول او اللي بنسميها جلوبال جاب اللي حصل عليها هذا المشروع عشان يقدر انه يتمكن من التصدير للخارج. طيب هو الاورجانيك ده المفترض يا فندم ان هو يعني سعره اعلى من الخضار العادي. لكن هو هنا العلاقة بيبقى استخدام الاعداء الحيوية للأفاد داخل الصوب، وزي ما قلت لحضرتك مع تقليل استخدام الكيماويات الى اقصى حد. وطبعا في الظروف الحقول المكشوفة بيبقى العرضة للإصابة بالأفاد بتبقى اعلى، وبالتالي المحصول بيبقى اقل فالسعر بيبقى اعلى. معالي الوزير، في جزء من اللي استمعنا فيه دلوقتي لكلمة السيد الرئيس كان بيشير إلى برامج التوعية والحديث مع المواطنين تحديدا في القرى وعملية الوعي بالحفاظ على الأراضي الزراعية، مشروع الصوب الزراعية، الابتعاد عن تبوير الأراضي علشان يبنوا بيوت، وإنه لازم يكون في بدايل ولازم يكون في عملية تشجيع لل مواطن بعيدا عن إجراءات الإزالة فقط أو بالتوازي معاها. إيه المتاح في هذه المنطقة؟ حضرتك الفلاح في أي مكان في العالم مش في مصر بس لازم علشان يقتنع بالفكرة يشوفها، أيوة، عشان يتبناها ويطبقها لازم يشوف. فمتهيألي اللي شفناه النهاردة بيقنع أي حد إن هو مش لازم طبعا هيعمل الصوبة بنفس التقنيات اللي احنا شفناها ولا على نفس المساحات، ولكن ممكن يعملها على مساحة محدودة من أرضه عدة قراريط، ولكن تديله إنتاج مضاعف. وممكن هنا يبقى في زي ما سيادة الرئيس قال إن يبقى في قروض ميسرة لإقامة الصوب في الأراضي الزراعية علشان زيادة الإنتاجية ويخلي المزارع يهتم بالأرض بدل ما يدور. إحنا عندنا برنامج يا فندم فعلا ولا إحنا لسه هنبدأ في هذا البرنامج؟ ده لسه توجيه طالع النهاردة يا فندم. يعني لسه هنبدأ في هذا البرنامج. كل التوفيق. وأخيرا معالي الوزير، إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم بتضم 2,500,000 نخلة لأفخر أنواع التمور، دي كانت تأكيدات السيد الرئيس، ماذا عنها؟ الجهاز الخدمة الوطنية كان بدأوا في أنهم يخططوا لهذا المشروع. الحقيقة أنا هنا عايز أشيد بهؤلاء الرجال العظام بأن هم على الرغم من كل الجهود اللي بيقوموا بيها، وإحنا دورنا كان قاصر فقط على الدعم الفني، لكن هم بيرفضوا أنهم يتحدثوا عما يقدمونه من إنجازات على أرض الواقع. المشروع دون هيؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من التمور إن شاء الله، وهتبقى الزراعة على أحدث الأساليب سواء من حيث المسافات وطرق الري، بحيث إنه يكون هناك إنتاجية متميزة وعالية تسمح لمصر بإنها تبقى من مصاف أكبر الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم. معالي الأنواع بكافة الأنواع. معالي الوزير، يعني بختتم كلامي بعد ما أخذنا هذا الإيضاح بالنسبة للمشروع اللي تم النهاردة وهو الصوب الزراعية وما تم من تفاصيل أيضا تحدثنا وقرأناها معك بشكل أوسع. ما قدرش يكون معايا معالي وزير الزراعة وما اسألش عن النهوض بالمحاصيل اللي بتبدأ من البذرة، يعني ممكن أخد فكرة عن تطوير البذور وأنه دي استراتيجية يعني المفروض أنه بيتم العمل عليها إنتاجها بدلا من استيرادها؟ حضرتك من ضمن الأنشطة اللي هتتم في خلال من خلال هذا المشروع الضخم هي بالتعاون مع الشركة الأسبانية، وهيكون في فريق تم تشكيله بقرار وزاري من حوالي 3 أشهر بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، بحيث إن يبقى في جهد مشترك
يتم من خلاله إنتاج التقاوي في تقاوي الأصناف اللي يتم زراعتها في مصر. وأيضا هناك برنامج بدأنا فيه في مركز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوي مصرية 100%، وده كله طبعا هيخفض من فاتورة استيراد بذور تقاوي الخضر. احنا بننتج اكتر من 98% من احتياجاتنا من تقاوي المحاصيل الحقلية. ان شاء الله نتمنى ان احنا نصل الى نفس النسبة قريبا في انتاج تقاوي محاصيل الخضر. في مؤتمر يا فندم للوزارة بكرة ان شاء الله، المفترض انه يعني المؤتمر بيتطرق لانجازات 2018 والرؤية في 2019. كل سنة وحضرتك طيب، ابرز واهم ما يأتي في هذا المؤتمر ان شاء الله. تشرفونا بكرة يا استاذة ريهام ونقول لكم على كل اللي هيحصل. مفيش عنوان يا فندم للمؤتمر، يعني إلى أن ناخد التفاصيل بكرة يعني إن شاء الله. إن شاء الله نجاح الزراعات الشتوية في مشروع غرب المني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، شكرا يا فندم. دي كانت معلومات بشكل أكبر عن ما تم النهاردة، وهذا المشروع الخاص بالصوب الزراعية، وأيضا الرسائل اللي كانت في كلمة السيد الرئيس الموجهة للمسؤولين وكيفية التعامل في المرحلة القادمة مع المواطنين بشأن الأراضي الزراعية والحفاظ عليها وتنميتها، وأيضا التعامل من خلال برامج خاصة بالصوب الزراعية والاهتمام بهذه البرامج بالتأكيد ممكن أنه يكون محصلته أكثر على المواطن وعلى الدولة أيضا إذا ما تمت. في مبادرات كتير بنتكلم عليها، وهيئة التأمين الصحي تحديدا بترعى مبادرات كتيرة، والمبادرة اللي معانا النهاردة أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي أنه التأمين بيقوم بشكل عام في الفترة الحالية بدعم كل المبادرات الرئاسية وبتنفيذها أيضا ما بين طلاب المدارس. المبادرة النهاردة اللي بتتكلم عليها خاصة بكل ما ذكر من مبادرات، وقالت أنه وده في ندوة تثقيفية لأمراض الكبد وفيروس سي، أنه في ثلاث مبادرات بتقوم عليهم هيئة التأمين الصحي وبتشتغل عليهم في الفترة الحالية، وهي دي المبادرة الأوسع نطاقا اللي بتأتي تحت مظلتها كافة المبادرات. المبادرة الأولى مبادرة الكشف عن التقزم عن الأنيميا والسمنة ما بين الطلاب، دي استهدفت 41 ألف طالب تقريبا في المرحلة الابتدائية لحد يوم 20 ديسمبر. المبادرة الثانية مبادرة مليون نظارة لتلاميذ المرحلة الابتدائية طبعا من ضعاف النظر، وهيئة التأمين الصحي بتنفذ هذه المبادرة بشكل مكثف. المبادرة الثالثة مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لمنتفعات هيئة التأمين الصحي. دي أهم التصريحات الخاصة بالتأمين الصحي اللي بيعمل الآن على ثلاث مبادرات في وقت واحد، التلاتة بيفيدوا طلاب المدارس وبيفيدوا أيضا المنتفعات من التأمين الصحي. اتكلمنا تقريبا عن معظم هذه المبادرات بالتفصيل من خلال طبعا متابعتنا لمية مليون صحة والكافة مراحلها، وأيضا تحدثنا عن المراحل الخاصة بمية مليون صحة. والنهاردة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت فحص 7,872,244 مواطن لحد النهاردة، والمرحلة الثانية بتشهد إقبال كبير جدا من الناس للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. ووزيرة الصحة قالت أنه إجمالي المفحوصين في هذه المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى من شهر أكتوبر وصل ل 20,576,418 مواطن.
طبعا تم فحص الكثير من الطلبة في المرحلة الثانوية من أول إطلاق المبادرة لحد النهاردة في المحافظات الخاصة بكل مرحلة على حدة. خلينا نشوف 100 مليون صحة في بني سويف وصلت لإيه وإيه هي النتائج. حملة ممتازة سعادتك، يعني برضو أي حاجة حضرتك عند الإنسان بيكتشفها على طول سريعة، بتفيد الإنسان، والإنسان ما كانش يعرف حاجة، وأصبحت هي الوقت اللي ما بنكشف بنعرف كل شيء يا رب، الحمد لله رب العالمين. يعني هي مجانا، وبعدين يعني ناس كتيرة غلابة ما كانتش عايزة لاقية تتحلل وكده، ناس غلابة ما تعرفش الفيروس سي بيعمل إيه، ما تعرفش السكر بيعمل إيه، ما تعرفش الضغط بيعمل إيه، فهي فعلا مفيدة بكل مقاييس. أي واحد يعرف عنده مرض يكتشفه بدري، يتعالج بدري، يبقى في صحته قبل ما صحته تتأخر من المرض. من اول يوم ما شاء الله اقبال كويس جدا جدا، يعني هو المفروض المستهدف بتاعي 60، احنا بنعمل حوالي حاجه 80 حاجه 90 حاله، ده الصباحي، الشفت المسائي نفس الرينج كده، اقبال عالي جدا، بنحاول ان احنا ناخد اكبر عدد ممكن عشان كل تيست بقى ليه وقته عشان النتيجه تطلع ونقدر نحلل للمريض صح. طبعا حالات ايجابيه يعتبر بالنسبه للي بيجي لنا، لا يعني ممكن ايام ما بيبقاش فيه حالات ايجابيه خالص، وأيام بيبقى فيه مثلا 2 5. كل التوفيق في 100 مليون صحة، دايما متابعين الأخبار والتفاصيل، وعندنا مساحة في هنا العاصمة دائما من وقت لآخر لأهم نتائج 100 مليون صحة، وأحيانا كثيرة بتكون كمان بمشاركة حضراتكم. لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات بنستمتع أن احنا بنكون مشاركين وأحد الأطراف لإتمام هذه المهمة الوطنية. آخر الأخبار اللي معانا، وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود عن عمر بيناهز 88 سنة. الأمير طلال هو الابن 18 للملك عبد العزيز، ودخل الحياة السياسية كوزير للمواصلات سنة 52، وشغل منصب وزير المالية ووزير المواصلات، وتم تعيينه كسفير لبلاده في فرنسا، وعمل مبعوثا خاصا للأمم المتحدة، وهو والد الأمير الوليد ابن طلال. كرس الأمير طلال كل اهتماماته في الأمور التنموية، في الأمور التعليمية، وكان في سنة 80 بيؤسس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية بغرض دعم جهود التنمية البشرية في دول العالم النامية، وده من خلال هذا البرنامج اللي تعاون فيه مع شركاء دوليين بإنشاء عدد من المؤسسات الكثيرة اللي ساهمت في هذا البرنامج، منها مؤسسات خاصة برعاية وتنمية الطفولة وأيضا المرأة العربية والمنظمات الأهلية وبنك الفقراء والجامعة العربية المفتوحة والجمعية السعودية للتربية والتأهيل لرعاية الأطفال المعاقين من ذوي متلازمة أزمة داون. رحم الله الفقيد. دي آخر أخبارنا، وبعد فاصل قصير هنستقبل ضيوفنا، وبدعو حضراتكم لمتابعة حواراتنا النهاردة، حوارات مهمة في مجالات متنوعة في مجالات مختلفة. خليكم معنا. الهدف من المسابقة ومن الجائزة هو تعزيز ثقافة التميز، وانه العمل الاهلي بمليء من خواص، انه ما هوش ما فيهوش روتين وباتصال مباشر مع الجماهير، يعني نأكد على مفاهيم زي الفاعلية والانتاجية العالية واتساع دائرة المستفيدين من هذه الخدمات.
شعور عظيم، لأنه في ناس شاركت من ضمن شهداء الروضة اللي تعرض الحادث العليم، شاركوا معنا في المشروع، وده هيبقى أفضل إهداء للناس اللي استشهدوا في حادث الروضة لاستكمال المسيرة لعمل هذا المشروع وعمل شيء على أرض الواقع. المكسب الأكبر كمان مش الجائزة المالية أو مكانتها، لكن فعلا احنا استفدنا من الجائزة في انه الفترة اللي فاتت عدينا بورتفوليو كويس عن الجمعية، وبدأنا نرتب اوراقنا، الحاجات اللي هي الدوكيومنتد التوثيق بتاع الجمعية، يعني بشعر انه رايح لسكة احسن استفدناها في فترة الاعداد للجائزة.